بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هناك شبهة يطرحها بعض الملحدين، يقول استطعنا أن نخلق خلية، استطعنا أن نقلد خلق الله أو نأتي بمخلوقات تشبه خلق الله. هذه عناوين خادعة نجدها على صحف عالمية، مجلات علمية أحيانا، من تأليف الملحدين. الحقيقة أيها الأحبة، الإنسان لا يستطيع مهما حاول، والقرآن تحدى، والعلماء يعلمون هذا جيدا، يعني العلماء الحقيقيين يعلمون هذا، لا يستطيع البشر جميعا ولو اجتمعوا أن يخلقوا شريط الDNA فقط، شريط وراثي DNA، ولكن يعمل بكفاءة لا يستطيع أن يخلقوا. فكيف إذا أرادوا أن يخلقوا خلية؟ العلماء يقولون إن الخلية هي مدينة صناعية ضخمة جدا، بحجم صغير جدا لا يرى بالعين، أجزاء قليلة من المليون من المتر، يعني بالميكرومتر، تقاس الخلية بأجزاء من الميكرومتر أحيانا حسب حجمها يعني. فهذه الخلية الصغيرة جدا التي لا تراها هي مدينة صناعية فيها أجهزة توليد الطاقة، فيها آلية الإنتاج، فيها آلية إنتاج، فيها روح، فيها شفرات وراثية، فيها برامج عمل، آلات وأجهزة معقدة موجودة ضمن هذا الحجم الصغير. يعني ماذا تقولون أيها الملحدون؟ استطعتم أن تأتوا بخلية؟ ثم موضوع الهندسة الوراثية، يعني يدعون أنهم استطاعوا تغيير خلق الله أو تغيير بعض المواصفات لأول مرة. يعني طبعا تغيير خلق الله هذا مذكور في القرآن، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا أمر من إبليس وذكر في القرآن، إذا ليس هناك شيء جديد. طيب ما موضوع خلق خلية؟ أيها الأحبة، بعض العلماء يريد أن يحقق سبق صحفي، ماذا يفعل؟ يركب خلية، يأتي بشريط وراثي من خلية، يأتي بالغلاف من خلية أخرى، يأتي بالسائل السيتوبلازمي الخلوي من خلية أخرى، جسيمات توليد الطاقة موجودة فيه، يركب أجزاء على بعضها، وأصلا فيها الروح، أصلا هي من خلق الله، ثم يقول خلقنا خلية. ما هذا الغباء والعبث؟ أنت تأتي، طيب سنعطيك ذرات الهيدروجين والأكسجين والكربون والأزوت والصوديوم والبوتاسيوم وكل المعادن التي تحتاجها موجودة في الطبيعة، نتحداك إذا استطعت أن تشكل لنا غلاف خلية فقط للجدار الخارجي. هذا أبسط شيء، يعني الجدار الخارجي لا يستطيع العلماء أن يصنعوه من الطبيعة، يجب أن يأخذوه جاهزا من خلايا أخرى، لأن هذا الغشاء غشاء واعي. من أين سيأتون بالوعي؟ هذا الغشاء غشاء الخلية أيها الأحبة، لزيادة المعلومات، مثلا خذوا البكتيريا، أي نوع من البكتيريا، هي وحيدة الخلية. هذا الغشاء فيه أجهزة لتحسس درجة الحرارة والضوء، وفيه وسائل للحركة لتتحرك هذه الخلية، فيه يعني، لذلك يسمى غشاء واعي، فيه وعي، فيه روح. طيب ممكن أنتم أن تأتوا بهذا الغشاء، تصنعوا مثلا شيئا منه بطريقة ما، ولكن مثل من يصنع إنسان آلي مثلا من مسننات وآلات، ثم يقول لك أنا اخترعت إنسانا. طيب هل هذا كلام منطقي؟ لذلك أيها الأحبة، دعوني أقرأ معكم هذه الآية. العلم اليوم أيها الأحبة متخلف جدا، لا تتصوروا أن العلماء وصلوا إلى شيء، العلم متخلف، لم يستطيعوا حتى، سأقول لكم شيء، أبسط مرض من أمراض أو الاضطرابات النفسية مثلا الاكتئاب، عبارة عن اضطراب بسيط يحدث في شخصية الإنسان، يكتئب، قد ينتحر، قد يموت إلى آخره.
حتى الآن، نحن الآن 2021، لم يعرفوا سبب هذا الاكتئاب أولا، ولم يعرفوا علاجه. يعني هل أنتم رأيتم أحد يدعي أو يستطيع أن يدعي أنه اكتشف علاجا للاكتئاب بحيث أنك تأخذ هذه الحبة وانتهينا؟ أم أن الأدوية النفسية تستمر معك طوال العمر، هي مهدئات بالنتيجة؟ طيب بالله عليكم، إذا كان أبسط شيء في علم النفس أو في الاضطرابات النفسية وهو الاكتئاب لم تعرفوا ما هو حتى الآن، لم تجدوا، طبعا لم يجدوا علاجا لأنهم لم يعرفوا حقيقته، لماذا يحدث؟ لأنهم لم يعرفوا ما هي النفس أصلا، هم يتحدثون عن خلايا وجينات وفقط، يعني أعلى علم يتحدثون به علم الجينات. وعلم الجينات أيها الأحبة، هذه الجينات لا حول لها ولا قوة، هناك روح تحركها، هي أشبه بقطع تبديل. يعني الآن أنا يمكن أن آتي بمسنن صغير من 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 آلة مثلا، هذا المسنن بمفرده ليس له قيمة، يجب أن يوضع في مكانه الصحيح ويغذى بالتيار الكهربائي ليمارس عمله. أما كجينات ليس لها قيمة، هي من دون شيء، يجب أن توضع في مكانها على الشريط الوراثي DNA مثلا أو RNA. يجب أن تغذى بالروح والطاقة وأشياء كثيرة معقدة فتقوم بعملها. أما أن يأتي أحد ويدعي أننا خلقنا مثل خلق الله وخلقنا خلية لأول مرة وكذا، هذا كله كلام، يعني شو إعلامي، استعراض إعلامي فقط لإيهام الناس أن الإلحاد يتحدى الله وهم لم يخلقوا شيئا. لذلك استمعوا معي إلى هذه الآية أيها الأحبة. الله يسأل هؤلاء الملاحدة، يقول لهم قل يا محمد، من رب السماوات والأرض؟ قل الله. لماذا الله يجيب هنا؟ لأنه لا يستطيع أحد على الأرض أن يدعي أنه رب السماوات والأرض، لذلك هنا لا جواب، فالله يجيب. ما دام الله أجاب معنى ذلك أنه لا يوجد لديكم جواب. قل من رب السماوات والأرض؟ يعني الآن العلماء الآن لا يستطيع أحدهم حتى لو جمع طاقة الأرض كلها أن يؤثر على الشمس مثلا ولو أقل تأثير ممكن، 1 بالمليار مليار مليار، لا يستطيع أن يفعل شيء. فهل يستطيع أحد أن يدعي أنه هو رب السماوات والأرض؟ لا يستطيع. لذلك قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. الآن يأتي الحجة البالغة، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طب يا أخي، هذا الملحد الذي اتخذته وليا وقدوة لك، هل يستطيع أن ينفع أو يضر نفسه؟ هو لا يملك من أمره شيئا، إذا مرض ومات لا يستطيع أن ينقذ نفسه، لا يستطيع أن يفعل شيء أو يصرف الشر عن نفسه. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هل هناك من خلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك من جاء مثلا بمخلوقات، بذباب، ببعوض، خلقه يشبه خلق الله، له روح وله حركة، خلقه من المادة الأولية؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أيضا لا أحد يجيب. يجيب الله سبحانه وتعالى، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهذا الإله العظيم قهر عباده. أنت أيها الملحد لا تستطيع أن تتحكم بدقات قلبك، لا تستطيع أن تتحكم بالدورة الدموية، مجبر عليها وإلا ستموت. لا تستطيع أن تتحكم بالمعلومات التي تدخل إلى دماغك وطريقة معالجتها. لا تستطيع أن تتحكم في عمل البنكرياس لديك أو في عمل الكبد.
قد تعطل عمله، قد ربما تموت، ولكن لا تستطيع مهما بلغت من قوة أن تفعل أي شيء. هناك نظام مفروض عليك وهو الواحد القهار، لا تستطيع أن تلغي تأثير الجاذبية الأرضية عليك، أن تطير في الهواء مثلا. يمكن أن تخترع طائرة، والله أنبأ قال وحملناهم في البر والبحر، ولكن لا تستطيع أن تتخلص من تأثير الجاذبية، لا تستطيع أن تتخلص من الموت، أينما تكون يدرككم الموت. لذلك أيها الأحبة، والله إن الذي يتأمل هذه الآية فقط لابد أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى بالفعل هو الواحد القهار، كما قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.